تفاصيل مثيرة كشفتها النيابة العامة حول حادث مقتل الطفل أحمد بمنطقة شبرا الخيمة، واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه الجريمة البشعة، مؤكدا أن طالبا مصريا مقيما بدولة الكويت تعرف عليه على السوشيال ميديا طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه. وأكد المتهم أنه اختار الضحية أحمد لارتكاب جريمته، وبعد تمكنه من اختطافه بعد استدراجه طلب منه المتهم المقيم بالكويت إزهاق روح أحمد عبر تقنية الفيديو كول تمهيدا لسرقة أعضائه البشرية. قام المتهم الأول بالقيام بعملية انتزاع الأعضاء عن طريق خلال بث مباشر، وعقب الانتهاء من الجريمة طلب منه المتهم المقيم بالكويت تكرار الأمر مرة أخرى مع طفل آخر. وأكدت النيابة العامة أنه خلال قيام المتهم بالبحث عن طفل آخر تمهيدا للقيام بنفس الأمر معه حتى يتمكن من الحصول على المبالغ المتفق عليها، تمكنت الشرطة من القبض عليه ومنعه من القيام بذلك مرة أخرى.